اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ سعودي. كل بلد من الدول العربيه الدول الغربيه عندهم اشهر الاكلات، في اكلات مميزه لما بنسافر وبنروح سياحه او شغل ايا كان بنستمتع بالاكله دي، زي اللي بيجي عندنا مصر ملوخيه بالارانب، الكشري بتاعنا، الفول بتاعنا، حاجات لطيفه وجميله. السليج من اشهر الاكلات العربيه، مشهور في كل الدول العربيه. وايه معنى السليج وايه هو السليج؟ السليج يا اما يتعمل باللحم الضاني او بالدجاج. معانا السليج بالدجاج النهارده، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. الاساسي بتاعه رز مصري، رز مصري وفراخ وتوابل عربيه. السليج يتعمل برز بسمتي؟ لا، ما ينفعش. معانا كمان اكله مشهوره وحلو مشهور في المطبخ السعودي او العربي اسمها المراسيعة. المراسيع تتعمل بالتمر او بالموز ايا كان منهما، ممكن نجمع ما بين التمر والموز فيهم، ولكن المراسيع لازم تتعمل بالدقيق الاسمر او الدقيق البر. معانا مقاديرها، معانا موز ودقيق اسمر وتمر او عجوه بتاعتنا من سينا والواحات الجميله. معانا كمان النهارده الايس كريم مانجا، هنعمله بالكنافه. كنافه بالمانجا وعرفناها، اما ايس كريم يتعمل مع الكنافه ده الجديد. معانا كنافه متحمره من رمضان، ومعانا الايس كريم مانجا، نشوف نعملها مع بعض ازاي. ممكن نضيف لها العسل، تبقى قيمه غذائيه عاليه جدا. مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل في الحلقه وفي افكار جديده، والمطبخ النهارده له مذاق خاص جدا بتوابله بمكوناته. خلينا نطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف ايه فكره عمل اكله مشهوره في المطبخ العربي اسمها السليج بالدجاج، ده المسمى بتاعها في اي مكان في الدول العربيه. تعالوا شوفوا الغازها ولغزها وايه حكايتها. مقادير على الشاشه، معانا رز مصري يتصدر القائمه الاولى في المقادير، فراخ او لحم ضاني، معانا التوابل العربيه وتصدر القائمه الثانيه ومهمه جدا، معانا اللومي والقرنفل والقرفة اللي هي الدرسين والورق اللورا والبهارات العربية، دي أساسي المطبخ العربي. دي من غيرها الكبسة يتيمة، من غيرها السليج ملوش طعم، من غيرها البرياني ملوش طعم، وهكذا. معانا بصل وتوم ده الإضافي، ومعلقة فلفلة حلوة مع الكشنة بتاعة السليج. وإيه الكشنة؟ اللي هي الخلطة اللي هنزين بيها السليج، حاجة كده بتتعمل مع بصل وتوم وهريسة ولومي، بتبقى لها طعم جميل وفيها حمودة شوية. هنشوف نعملها مع بعض إزاي. أول حاجة هسلق الفرخة عشان عايز المرج بتاع الفرخة. عندنا ماء مغلي، فرخة مسلوقة قصدي مغسولة وجاهزة، بناخدها زي ما هي كده، بنسقطها في الماء المغلي، المية بنحط لها شوية بهارات، وحذاري إنك تحطي توابل تغير لك لون الشوربة، لأنه يفضل إن الشوربة دي يبقى لونها أبيض عشان السليق بيبقى لونه أبيض، لأن في المقادير عندنا لبن رايب، البعض بيستخدم زبادي وده اختياري، يا لبن رايب يا زبادي. ده فلفل وملح، هنحط البهارات السليمة مش البهارات الناعمة عشان تدي طعم للمرق بتاع الفراخ. عندنا القرفة اللي هي الدرسين، عندنا اللومي اللي هو الليمون الجاف، عندنا ورق لورا ده مهم جدا، عندنا قرنفل اللي هو المسمار، الطعم بتاعه حلو جدا في المرق سواء لحمة أو فراخ. معانا الحبان اللي هو الهيل، ويفضل الهيل الأخضر، طعمه بيبقى حلو وطازة، ما تجيبيش الناشف، الأخضر لما تفرميه كمان يبقى حلو، ريحته قوية جدا. دي التوابل بتاعت سلق الدجاج. هنحط طماطم؟ لا. هنحط صلصة طماطم؟ لا. أي توابل هتغير لك لون الشوربة مش عايز، لأن احنا عايزين المرق هنا لونه أبيض. ونسيب الفرخة تستوي، ومعانا وقت من سليق الفرخة، عندنا شغل تاني. نبدأ نحط الكشنة على النار اللي هي بصلة ناعمة، تومة ناعمة، مع شوية زيت وشوية سمنة في طاسة زي دي كده، نحطها هنا مكانها فين يا عم الشيف، هنخليها هنا قدام حضراتكم. حلو، ونولع عليها النار كده. مهم جدا كمان هنا الكشنه دي تتقدم مع السليج. ليه يا شيف؟ علشان هو اللي بيفتح الشهيه، من الحاجات اللي مشهوره في المطبخ السعودي.
ولع يا عم النار. حلو اهو. طب نخلينا شغالين هنا معانا دي يا شباب هنا كده تمام زي الفل. نحط معلقه سمنه. طيب تمام هنحط معلقه سمنه ونحط البصل بتاعنا الجميل بالشكل ده كده. استنى على البصل دي ما تاخد لون. السر في الكشنه البصلايه تاخد لون، وهي بتاخد لون يا عم الشيف نكسر عليها اللومي اللي هو الحامض. حامض عنه يقول الليمون ده كده. اخواننا في السعوديه اللي بيشوفونا في الخليج عارفين الموضوع ده اهو. دي اساس الكشنه، تكسير الليمون في الكشنه بيدي مزازه وبيدي حموضه. حلو. ما تحطيش طبعا توابل سليمه عشان التوابل دي ما تجيش تحت سناننا. اللومي كده ونحط البهارات الحلوه دي كده الناعمه، ما يتحطش بهارات خشنه. فلفل اسود، شويه كاري، شويه بابريكا، شويه كمون، كزبره، كل ده على البصله يا شيف، كل ده على البصله. نخليها تستوي كده بالتوابل. هي دي الكشنه. بعد ما بتستوي بنجيب طماطم بنقطعها كريهات او عصير طماطم بنسقطها عليها. ده عنوان السليج. دي لما بتستوي بقى بناخد وهي بقى ونغمس السليج. بس طبعا لسه احنا ما وصلناش للمرحله الاخيره. نسويها كده على النار. حلو. ممكن يا شباب تطلعونا فاصل بعد اذنكم؟ يلا خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل السليج من المطبخ العربي، كمان المراصيع بالموز والتمر بتاع سينا والواحات الجميل، وما ننساش الكنافه بالمانجا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع فرخة وزنها كيلو 2 كيلو، يعني أي فرخة كويسة بتبقى عاملة كيلو ونص تقريبا. كل ما كانت الفرخة متوسطة الحجم كل ما خدت منها الشغل اللي انت عايزاه، سواء تسحبيها تعملها شاورما، تعمليها سليج، تعمليها مع شوية ملوخية حلوين. فرخة في قلب النار مع البوكي جرنيه. ايه البوكي جرنيه ده عم الشيف؟ بصلاية حلوة، تومة حلوة، البهارات العربية اللي هي أساس المطبخ العربي، قرن فلفل حار. شايفين الفرخة كده في جنينة من الورد، في حديقة من الخضروات الحلوة. بتتسلق عشان عايز شوية مرج أو شوربة متوسع عليهم، عشان السليج حاجتين أساسيين فيه، المرج بتاعه سواء مرج لحم ضاني أو مرج دجاج مع الرز المصري، هو ده. هنسيب الفراخ تستوي نشوف الكشنة أخبارها إيه. طبعا في الفاصل اللي طلعناه الصغير البصلاية خدت لون مع التوابل العربية والحباية اللومي في قلبيها بتدوب طبعا وتديني المزازة. بننزل بشوية توم صغيرين في قلب الكشنة، والتوم ينزل في اللحظة دي ما يتحمرش عشان يدي فليفر وطعم عالي. بننزل بالفليفلة الحلوة. الكشنة دي هي أساس السليج. دي معلقة فليفلة ما تكونش حامية. بننزل بشوية طماطم مبشورة أو طماطم متقطعة كالكاسيه مكعبات. دي اللي هنغمس بيها السليج ونقلب ونسيبها على النار تتسبك. وهي بتتسبك بنغذيها شوية شوربة من المرج. حاجة كده لطيفة وجميلة بناخد بيها ونحط على الرز المصري اللي هينطبخ دلوقتي باللبن الرايب او بالزبادي مع مرج الدجاج. اعتقد انا بشرح شرح نظري وانا شغال وعملي في نفس الوقت. اوطي النار على السليج ده، قصدي على الكشنه. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم زي الفل. واسيبها على نار هاديه تتسبك. وهي بتتسبك بسقيها شويه شوربه.
دول حلوين قوي، واسيبها على النار كده تعيش مع نفسها. تسمح لي اغطي الحله عشان الفرخه دي تستوى بسرعه؟ انا عارف انك بتحب الصوره الحلوه دي بمحتوياتها. كشن لطيفه وجميله ازاي؟ الفرخه اخبارها ايه؟ اهو. حافظي على الشوربه او المرق بتاع الفرخه يبقى لونه ابيض عشان ما يغيرش من لون السليق، لانه هيطبخ باللبن الرايب. اهو نغطي الحله وتعالوا على الفرخه دي ما تستوي، نعمل حاجه صغيره كده واحنا شغالين مع بعض. تعالوا نشوف الفرخه اخبارها ايه عشان السليك هياخد شغل مني كتير. ايه الاخبار؟ اخبار الفرخه، مستقبلنا مع الفرخه الحلوه دي. ايه نعم يا غالي يا راجل يا طيب، دي كبسه لو عملنا كده، كبسه بيضه. بيقول لي هننزل بالرز المصري على الفراخ. مخرج مش مطلوب منه ان هو يعني يكون يجيد المطبخ جيدا، ولكن يجيده ايه؟ ما احنا مش هنحط الرز هنا، لان حطينا الرز بقت كبسه، ولكن احنا هناخد المرق بتاع الرز نساوي فيه الرز. مرق الدجاج نساوي فيه الرز. انا عاجبني قوي الكشنه ولون الكشنه وطعم الكشنه وتركيبه الكشنه اهي. عايزاها سبايسي، بتقطعها قرن فلفل حار وتحطيها في قلبيها، هي دي اللي هتخليكي تاكلي السليق. حله على النار ونحط فيها الرز المصري بتاعنا. سبحان الله، اكلتين ما ينفعش ان احنا نقلب فيهم حتى لو رحنا اخر الدنيا. السوشي لازم يتعمل برز مصري، السليق لازم يتعمل برز مصري. ونعم. ادي الرز على النار، بنحط له سمن بلدي ونحمصه شويه مع السمنه البلدي، واقلب كده تحميصه. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني الرز يشرب السمنه البلدي دي، لان المرق بتاع الدجاج دسامه قليله جدا، انما لو معموله باللحم الضاني. والله العظيم انا بكلمكم بالامانه، لما بخش جوه تفاصيل الاكله صحصحوا معايا وفهموا اللي انا بقوله، مهم جدا. انا ممكن الرز انزل بالشوربه وخلاص، الرز هنا هيبقى ضعيف الشخصيه، لازم الرز يبقى دسم بتاع السليق، عامل زي الرز المعمر كده. فازاي اجيب الدسامه واجيب الطعم؟ انا الفرخه ضعيفه الدسامه عشان تديني شوربه، انما لو بسلق شويه لحمه ضاني هيبقى فيه دهون وفيه طعم وفيه جو كده بتاع الشوربه او المرق، ده مش موجود مع الفرخه. والسليق قليل جدا اللي بيعمله بالفراخ، بيعملوه دايما باللحم الضاني. فانا حطيت معلقه سمنه بلدي مع الرز، فالرز شرب السمنه البلدي، قويته دعمته بالسمنه البلدي، اصبح فيه الدسامه اللي انا عايزها. هو ده اللي انا عايز اوصله. هنقلب كده الرز ونحمصه بالسمنه البلدي اهو. حلو، استنى عليه لما السمنه تسيح في قلب الرز كده. النار هاديه بس هي شغاله زي الفل اهو. ونقلب ونقلب بالشكل ده كده. ساحت السمنه راحت مطرح ما راحت مع الرز اهي. فين السمنه؟ جيبها لي كده مخرجنا. دابت، بمجرد ما هي دابت الرز شربها اهي. حلو، واقلب اهو. ما اعمل ايه يا عم الشيف؟ وانا شغال اخد الفرخه دي كده على النار الهاديه. تعالي هنا يا حلوه ونبدا نشتغل على النار دي. حلو، ونحط شويه الملح الحلوين. ونمسك الرز كده نحمصه، ننزل عليه بالشوربه او المرق. يستوي، خلي بالك الميه هنا والشوربه زياده، انت مش بتسلقه رز، انت بتعمليه فكره عمل الريزيتو من المطبخ الطلياني، يعني مرق كتير، لبن رايب كتير، زبادي كتير. هحط ميه، مش هستنى لان الرز ده هيشرب شوربه كتير على فكره. وازود الفرخه تاني ميه واحنا شغالين. انا عارف دلوقتي اللي جاي متاخر هيقول لك ايه الميه الكتير دي، الشيف هيعجن الرز منه. انا بعمل السليج، اللي فتح التلفزيون دلوقتي وجاي متاخر، انا بعمل سليج. سليج يعني الرز ده يبقى مهري في المرق. حلو الكلام.
الفرخه دي عايزه لسه شويه ايه شوربه، نسيبها على النار تستوي واحنا واقفين مع بعض. معايا براد ميه مغلي. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل اكله مشهوره في المطبخ العربي اسمها السليج، مكوناتها رز مصري في القائمه الاولى ودجاجه وشويه حب. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف موضوع السليج. السليج لازم الرز يستوي ويشبع من مرج الدجاجة أو مرج اللحم الضاني أو الفخدة الضاني. وقلب كده من وقت للتاني. هيعجن منك عادي، خلي عندك ثقة في نفسك كده وعارفة انك انت بتعملي ايه. هيجي معاك وانت شغالة حباية لومي، ماشي. عود قرفة، فين القرفة هنا حبيبها؟ تكون في قلب الرز. تعالي يا قرفة. ورق لورا وماشي، الحاجات دي لازم تبقى في قلب السليج. قرن الفلفل ده عادي نحطه هنا. السليج بيبقى فيه له طعم كده وله شماخة المطبخ العربي وعظمة المطبخ العربي. حباية اللومي دي اخوتها، دي مش العيون، دي ده مش بيض عيون، دي حاجة اسمها المراصيع. دي حباية القرفة اللي أنا عايزها، وأقلب كده. شفت السليج ده؟ ليه سموه سليج؟ لأن الرز بيتسلق بحاجتين، مرج الدجاج أو اللحم الضاني واللبن الرايب. نقلب دي اسمها ايه؟ المرصيعة ايه؟ شفته؟ الله. هناخدها بعد كده نهرسها دي على فكرة مع الموز أو مع التمر. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد اللبن الرايب ده كده. بص بقى، بص هو ده السليج. ده لبن رايب. كامل الدسم، قليل الدسم، مش ده الموضوع. موضوع ان اللبن الرايب ده ينزل على الرز وهو على النار. حلو؟ انا مش عايز الساده المشاهدين، يعني اخواننا في الدول العربيه عارفين انا بعمل ايه، لان اعتقد ان الاكله دي اساسيه. ولكن اللي بيشوفنا طبعا من اخواننا المصريين هيقول لك لبن على الرز وشوربه. زي المنسف كده. فكره المنسف ايه؟ الاردني او الفلسطيني او المنسف العربي. المنسف اكله من الاكلات العربيه بتتعمل في المناسبات الجميله، ولازم رب الاسره ورب العائله هو اللي يمد ايده الاول في قلب التميس او في قلب الصينيه او قلب الصدر بتاع المنسف. حلو، ده المسميات بتاعته. ولازم تكون ايده الشمال ورا ظهره وايد اليمين في قلب الصينيه. حلو، لازم الوقفه دي. المنسف له احترامه وله قيمه وله تقاليده واحنا بناكله. حلو الكلام. طيب المنسف ايه هو؟ المنسف اللحم بعد ما بيستوي بناخد اللحم نسقطه في اللبن، لبن الجميد اللي هو لبن الماعز المجفف. ما لقيناهوش، بنجيب اللبن الرايب مع الزبادي ونقلبهم الاثنين مع بعض مع معلقه نشا، وكده وصلنا للهدف بتاعنا. شفتوا السليج على النار؟ بيدوب. يا عم رز بلبن ايه بس؟ ما تزعلنيش منك يا فاروق، بياخدني ده مش رز، رز بلبن بيتعمل باللبن الرايب يا راجل يا محترم. انت مخرج شاطر جدا، سيب الموضوع لينا احنا. رز بلبن بيتعمل بلبن عادي الحليب، انما ده لبن رايب حامض عنه يقول حامض او زبادي. يقول لي شبه الرز بلبن. رز بلبن هتحط فيه فلفل حار؟ هتحط لومي؟ مستحيل طبعا. ايوه. طيب هنقلب كده. الفرخه بتستوي على النار. حلو، هتستوي الفرخه دي ولا مش هتستوي؟ هناخدها كده ندخلها الفرن. ايه رايكم؟ هنحط عليها شويه كشنه وندخلها الفرن ونخلص منها. تاخد لون، تاخد لون الاحمرار. تعالي يا حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخدها كده. الفرخه دي عايزه تتحمر، عشان بعد ما تتحمر اقصها اربع انصاص. تعالي وادخلها فين؟ الفرن. بس مش هندخلها الفرن لوحديها، دخلها الفرن مع شويه كشنه. شفت الشقاوه بقى؟ المطبخ. نفس القصه يحصل مع اللحم بتاع الايه السليج. ياخد الكشنه دي كده ويتحمر اللحم او يتجلجل او يتحمص، دي المسميات بتاعته عشان اللي بيتابعنا من كل الدول العربيه، ويخش النار. زي ما هو كده يا عم الشيف، هندخلها النار. بس جاي على بالي اخد شويه خضار من اللي انا حاطه، نعمل بلح الشام من غير ما ياخد بيض كتير يا امي.
هنعمل كوبايتين دقيق واحده بيضه بس، بس كتري البيكنج باودر شويه. دور البيكنج باودر او دور البيض بيخلي لك العجينه هشه. هنجيب كوبايتين دي بنحطهم مع كوبايتين من الميه مع نص كوب من الزيت مغلي مخلطين بالفانيليا، ويغلوا على النار مع ذره ملح. غلت الميه مع الزيت مع الملح مع الفانيليا، دخل الفرخه كده مع بعض هي والكشنه في قلب الفرن. العب هو ده اهي زي الفل، ونسيبها نكمل سواها في الفرن. وبعد كده نبص على السليق. الله ايه الحلاوه دي يا عم شريف، ايه الجمال ده. اه السليق كده استوى، شربوا اللبن، ظابط الملح. شفت ازاي انا بقول ليه المرق يبقى لونه ابيض؟ عشان السليق ما ينفعش لونه يبقى غير كده. والسليق ده على فكره اكله قيمتها الغذائيه عاليه جدا. ايه الفرق بين السليق والهريس؟ حد يقول لي من الساده المشاهدين. سؤال صعب ها؟ مش لازم تعرفوه يعني. الفرق بين السليق والهريس، السليق بيتعمل بالرز المصري مع اللحم والدجاج. الهريس بيتعمل بالقمح المدشوش او القمح المجروش مع لحمه او دجاج مهروس فيه، عشان كده اسمه الهريس. لازم اللحم يتهرس جواه او الدجاج يتفصص وينضرب في قلب الكبه ويبقى مهروس مع اللحم. برضو دي من الاطباق اللي قيمتها الغذائيه عاليه جدا ومليانه سعرات حراريه. اخواننا في السعوديه بيعشقوها، والاكله مشهوره جدا اسمها الهريس. غير السليق، الاثنين مشتركين في حرف السين. هو ده، لا ده مش رز اللبن. تعالوا نغرفه مع بعض. انا عموما بعشق المطبخ العربي، ولذلك اطلقوا علي امير المطبخ العربي. كفايه عليا. هنجيب السرفيس ده كده. يلا. ونغرف الاكله دي في الجاط الكبير ده كده، او في الصدر الكبير ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا بينا. هو ده هو ده. ده السليق. اللهم صل على النبي. هنسيح معلقتين سمنه بلدي دلوقتي ونحطهم عليه مع الكشنه. لازم بشكل عشان اخواننا اللي بيتابعونا ويشوفونا نبقى احنا بنشتغل صح، عشان احنا بنقدم محتوى ومحتوى صحي، محتوى مفيد. دي القرفه، ده اللومي، لازم يظهر على الوش كده، علاماته تبان كده. حلو. المراصيع اهي تاني، نعمل شويه واحنا واقفين كده بنتسلى مع بعض. مطبخ النهارده للامانه قيمته الغذائيه عاليه جدا، محتوياته كلها مفيده للشباب للرياضيين زي ما احنا عايزين. تعالوا مع بعض نسيح معلقتين سمنه. يا نعم. في طاسه على النار، نار شديده، بناخد معلقتين سمنه حلوين. سمنه على وش السليق يا شيف. حلو. ناخد الكشنه الحلوه دي، نحطها هنا كده. أكلة محتوياتها فيها لغز، فيها قيمة غذائية عالية جدا. نجيب الفرخة من النار. تعالي يا حلوة يا بيضة. ده الدجاج. الله حلو قوي. تشيل الفرخة دي كده. خلي بالك مهم جدا وانت بتشتغلي هنا تبقى عارفه اللي انت بتعمليه علشان شغلك يطلع زي الفل. هناخد البانيز ده كده نسقطه كده. الف هنا وشفا. ده السليق على اصوله. ادي القرفه ده يتحط كده، نروق عليه كده. اخواننا اللي بيتابعونا يراجعونا. حلوة يتابعونا يراجعونا. دي طلعت معايا ازاي مش عارف. حلو. وتشيل التوم كمان طالما نشتغل في حلو. عينيا. انا مش عايز بوتاجاز تاني بس عشان اريحك من القصة. بص بص هنا، بص على الحلاوة دي، بص الجمال ده. هو ده يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هو ده ده السليق. حلو قوي. المراصيع
شوية الهريسة دول حلوين قوي على فكرة، طبعا فرخة كده، دول هم الحكاية على فكرة، دول تاكلهم بالعيش ماشي، تاكلهم مع الرز ماشي، حلوين قوي. أخبار التمر، رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.